السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من قناه ايا اس تي في. معكم ام نريمه، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديروا مع بعض عصير بالفراوله والبرتقال. باش نديروا هذا العصير يلزمنا، انا هنا خديت البرتقال هذا اللي راه يتباع دركا، اللي عنده اللب ديالو لداخل احمر، احكميه. انا حكمت 5 حبات لهنايا، وانتي لا كونتيتي اللي تحبي ديريها. احكميها، قشريها، نحي لها كامل هذاك القشور تاعها. تحصلي على برتقاله هكذا حمراء لداخل، قطعيهم لداخل الميكسر تاعك ونرحيوها. حطي لها دوكا لهنايا كاس تاع الماء، كاس تاع 240 ملي، رحيها، صفيها بالصفايه ونكملوا العصير تاعنا. نبداو في العصير تاعنا. هنا بعد ما رحيتو عاودت رجعتو للطاس تاعي، نزيد عليه كاس تاع الماء هاوليك، والسكر هنا حسب الحاجه. لقيتي البرتقال تاعك حلو ما تكتريش، لقيتي حامض ديري حسب الحاجه. انا هنا راح نزيد 2 مغارف معمرين مليح ونشوف. ونزيدو درك الفراوله تاعنا، انا تاعي كانت في المجمد، دوق نحطها ونرحو كل حاجه على طول. عندي هنا 250 غرام تاع الفراوله، انا نحب نخدمها هكذا، واللي تحب ديرها بالماء تقدر ديرها بالماء ديريكتومون مع السكر ولي فخاز. انا نحبها هكذايا بالبرتقال تاع هذا الموسم، تجي هايله. دوق نرحيوهم كامل ونوريهم لكم في الكاس تاعهم في طبق التقديم. هاوليك العصير تاعي بعد ما ميكسيتو، وهنايا انايا زدت السكر. كيما قلت لكم السكر يبقى حسب الذوق، تقدروا تشوفوا قبل تذوقوا وتشوفوا، وكيما يحبوه افراد العائله تاعكم، وما بالقوام كيما تحبوه نتوما. شوفوا كيف خرج لي ما شاء الله. هاوليك قدموه لافراد العائله تاعكم، ما راهو ثقيل ما راهو خفيف، ويجي بنين ثاني خير من الماء، ويجي صحي هكذا للاطفال. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. الى عجبتكم ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاقارب تاعكم، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.